بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. نعم، المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا سلام على النور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا سلام على المجلس اللي احنا بنكون فيه بنقرأ حديث رسول الله. حقيقة احنا ما بنقرأش كلام، احنا بنقرأ أنوار. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولذلك لازم تعرف إن حديثه صلى الله عليه وسلم بيجمعنا وبيجمع قلوبنا، وكمان بيجمع كل احتياجاتنا في الواقع اللي احنا فيه. وعشان كده احنا اعتدنا إن احنا يبقى عندنا حلقة نتكلم فيها ونكلم فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. عايزينه يشهد، واحنا بنتدارس حديثه الشريف، وازاي بنحس بان هو حديث متسع يستطيع ان هو يملى حياتنا بركه ونور، زي الحديث اللي هنقراه النهارده وهنتدارسه النهارده مع حضره النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول. بيقول يا حضره النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن طبع من طبائع الانسان، وعاده من عاداته من عادات الناس، ملازمة لأغلب البشر، وبيحصل لهم حرص شديد على المال، وكمان ممكن يعملوا حاجات شديدة جدا جدا تبعدهم في الحقيقة عن رحمة ربنا، ويفتحوا أبواب الإيه؟ أبواب المشقة على نفسه. ولذلك إحنا لازم نفهم إن مسألة حب المال ده لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى وصف ناس: وتحبون المال حبا جما. بعض الناس بيحبوا المال حبا جما. وكمان في قوله تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وانا عايز اقول ان حب المال مش ذنب ولا جريمة. ربنا بيقول حب المال والبنون زينة، فزينة الحياة الدنيا، وانما المذموم الشره والطمع، وان احنا ندوس على رقاب الناس علشان ناخد المال. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الطمع الزايد ده والحرص الزايد ده الشديد على جمع المال بهدف جمع المال بس هو المذموم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كتيرة قال: لا حسد إلا في اثنتين، منهما رجل أتاه الله سبحانه وتعالى مالا فسلطه على علاقته في الحق، من سلطه على علاقته في اللهو، ولا في الشهوة، ولا في اللذة، ولا في المتعة، لا، في الحق. يبقى احنا هنعمل ايه؟ اللي هينفق ماله في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي رضا الله سبحانه وتعالى، ده خير مال الطيب مع الرجل الطيب. يبقى طيب في طيب، فالله طيب لا يقبل الا طيبة. فاللي يعمل الكلام ده هيبقى راجل طيب، وربنا سبحانه وتعالى يقبله بغير ذنب. طب واذا الشخص ده اللي بيحكي عنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي طبيعة للإنسان، إن بعض الناس بيحبوا المال حب شديد، ولو ربنا اداهم واديان يطلبوا ثالث. وهذه الطبيعة ممكن يتم تهذيبها؟ طبعا ممكن يتم تهذيبها. أما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. طب الفجور والتقوى ديت فين؟ الفجور والتقوى ديت موجود، الإنسان ممكن يختار التقوى، ولذلك لما نرجع للتقوى نجد إيه؟ العمل بالتنزيل، وماذا؟ وكذلك الخوف من الجليل والرضا بالقليل. هنا في التقوى اهو، يبقى الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى هنا ممكن الإنسان يزكي نفسه بأنه يرضى بالقليل، لكن لما يطلق العنان لنفسه فالنبي بيقول: لو ابن آدم عنده واديان من ذهب، اللي هو مساحة كبيرة جدا جدا جدا، واديان يعني مساحة كبيرة جدا بين جبلين مليانين مال، هيبقى نفسه ايه؟ نفسه يكون عنده وادي ثالث، اللي هو بلغتنا ايه؟ أنا آسف، يعني البحر يحب الزيادة. أنا بحب بقى في الوقت ده ما أقولش إن البحر بيحب الزيادة، الطمع بيحب الوحلة، بيحب الزيادة. طيب وهي الزيادة دي إمتى هتبقى ذنب؟ لما يكون الهدف هو اكتناز الذهب والفضة، ويبقى كل اللي أنا عايزه إن أنا أجمع المال من الحل ومن الحرام وأكنزه وما أنفقوش في مرضات الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بعذاب أليم. نشوف حتى الصياغة، صيغة القرآن، الصيغة اللي أتى بها القرآن صيغة كده فيها التفات. إيه؟ وبشرهم، حاجة هيقول لنا حاجة حلوة، وبشرهم بإيه؟ بعذاب أليم. ياه، ليه؟ عشان هم حولوا المال والذهب والفضة اللي هو المفروض هيروحوا بيه لربنا، حولوه إلى شهواتهم وإلى الأنا، فحصل لهم الالتفات ده في الآية، وبشرهم بعذاب أليم. يبقى هم المفروض كان المال دوت الله سبحانه وتعالى أرسله نعمة، فهم حولوه النقمة، فحصل لهم كده، بدل ما يبشروا بالنعيم يبشروا بالعذاب الأليم. وكمان يجي التحذير من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير شديد يوضح لنا المعنى ده. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام. علشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بيقول: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني إيه؟ لما يموت ويدفن في التراب وقتها يشبع، مش بس كده، مش هيملأ. أنا عندي معنى لهذا الحديث شوية بحب أقوله، إن مش هيملأ عين ابن آدم إلا إن هو يعرف حقيقته، إن هو جاي من تراب. يعني إمتى عين ابن آدم تتملي؟ لما يعرف إن هو حقيقته، إن هو من تراب، فيرضى بنعمة ربنا عليه. فإيه اللي حاصل؟ فيرضى وعينه تمتلئ. عينه تمتلئ يعني إيه؟ يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى. طيب هل ما فيش مخرج من الصفة الرذيلة دي؟ هي صفة رذيلة كتير من الناس بيعيشوا فيها وما بيقدروش يخرجوا منها. لا طبعا في مخرج، وفي مخارج، مش مخرج واحد. ولكل واحد تعلق بالمال هذا التعلق المرضي اللي حضرة النبي بيحكي عليه. حضرة النبي بيقول اهو المخرج، اهو ادي مخرج واضح اهو: ويتوب الله على من تاب. يتوب الله على من تاب من ايه؟ من اجتزاء، من اللهث ومن الجري ولا المال. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مخرج واسع للناس. التوبة هنا إنك تتجنب فتنة المال، ودي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيخاف علينا منها. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها إن احنا نتدرب على إيه؟ على إن احنا نخلي نفسنا من التعرض لفتنة المال. أنا هقول لكم شوية إجراءات كده ممكن نمشي فيها عشان نقدر نوصل للي احنا عايزينه ده. الإجراءات بتقول إيه؟ أول حاجة عشان أقدر أنا أفتح على قلبي باب الرضا، أول حاجة أعملها إيه؟ أول حاجة ببساطة إن أنا أتعامل مع المال تعامل وظيفي، إن كل مال عندي له هدف. المال نفسه ما يصبحش هو الهدف، ودي محتاجة تدريب. يعني أنا قبضت مرتبي النهاردة، لما اقبض مرتبي النهارده مش بس يبقى عندي نيه ان انا اتستر بيه وافتح بيتي بيه، لان انا قبضت مرتبي النهارده انا قاصد بهذا المرتب ان انا اسعد واسعد، اسعد اهل بيتي واسعد بيه. وانا يا رب عارف ان المال مش هو الرقم ده، انا مش عارف ان رزقي بس هو الرقم ده، انا عارف ان رزقي كمان فيه البركه دي. فأول إجراء أنا طالبه منك إن أنت تكلم ربنا لما يبقى يجيلك الفلوس. يعني إيه؟ يبقى عندك معاهدة مع الله، تعاهد ربنا، لأن المسألة دي صعبة، صعبة إن أنت تخرج منها من غير تدريب. فلما يجيلك الفلوس تقول له: اللهم إني أعاهدك على أني أنفق هذا المال في مرضاتك، وأن يكون هذا المال بابا من أبواب التقرب إليك يا رب العالمين. فاحنا لازم نعمل ده بشكل واضح. يبقى أول حاجة أكلم الله عندما يأتيني المال. الأمر الثاني ان لما ياتيني المال ويحصل لي مال وفير اعمل ايه؟ لا ادخر الا لغايه. لا ادخر الا لغايه، يعني ايه؟ لما ادخر المال ما ادخرش المال عشان يبقى عندي مال، لا ادخر المال لماذا؟ ادخر المال بغايه الستر، ادخر المال بغايه عون الاولاد، ادخر المال بسبب ان انا يكون عندي ما يسترني اذا حدث اي مرض او شيء من هذا القبيل. يبقى وضع المال ده بنيه، يبقى ادخار المال ده بنيه. طيب الامر الثاني ان انا ببساطه خالص عشان ما الهث خلف المال لابد ان انا يكون عندي برنامج لحياتي. يعني ايه؟ عشان ما اجيش في لحظه من اللحظات تبقى المال ده اهم من اسرتي، لا انا لازم اكون حاطط قانون ان انا على الاقل كل يوم عندي 3 ساعات مع اسرتي، ما اقبلش اي حاجه تانية، ما اقبلش ده الا اذا كنا احنا في حاله احساس احتياج للمال ممكن يهلكنا. طب ده هيعمل ايه؟ هيعمل انتظام في حب للمال، فيبقى عندي اولادي وبيتي اهم من المال، لان في كتير من الاحيان بيبقى تحول المال، عشان يتحول المال الى غايه يبقى انا بجيب لكم اموال وبس. كتير من الاباء يجي يقول انا خلاص بقيت حولت الى ATM للبيت، يعني مكنه صرافه للبيت، انت اللي عملت في نفسك ده. لازم تصر على انك انت تكون موجود في اهلك وبيتك وعندك حاجات مهمه في حياتك غير المال، عشان المال ما يبتلعش حياتك كلها، لازم يبقى في حياتك قيم تانية غير الفلوس، عشان بعد كده ما بتحسش ان قيمتك هتكون بالفلوس، فبعد كده تلهث خلف المال. الحاجة الرابعة اللي انت لازم تعملها وتعملها بجد، ان لما يجي المال تنفقه، سواء بتاخد المال او بتعطي المال لازم تدعو. لو بتعطي المال لحد بتشتري او بتبيع تدعي له بالبركة، ولما تاخد المال من حد على انه رزق او تاخد المال من او تاخد الحاجة من حد تحمد ربنا على نعمته. يبقى لما تعطي المال ببساطة خالص ادعي بالبركة للي بتديهوله، ولما تاخد المال احمد ربنا على النعمة. ده لما يحصل في حياتك يبقى انت طول الوقت فاهم المسألة فهم صحيح. اخر اجراء لازم تعمله، لازم طول الوقت تشارك اهلك واحبابك في كيف تديرون حياتكم وجزء الاقتصادي بالذات، لان لو ما قدرتوش حياتكم في هذا الجزء الاقتصادي بشكل صحيح ايه اللي حاصل؟ انت هتبقى ماشي ورا المال ومتصور ان انت بتعمل كل حاجه صح. اقعد واتكلم مع اولادك عن اداره حياتكم الاقتصاديه عشان ما تلهث خلف المال وتظن ان انت بكده بتمشي في حياتك بشكل صحيح. واطلب النصيحه من اللي حواليك عشان تقدر تدير حياتك. وتعالوا نردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تانية، الحديث اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا فيه حقيقة من حقائق ابن آدم. لو كان حضرة النبي يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. هذا حديث سيدنا عبد الله بن عباس. الحديث ده لازم نفهمه زي ما قلنا بالإجراءات اللي احنا قلناها عشان نخرج من أسر المال إلى وسع حضرة الرب المتعال. المال ليس غاية وليس نكبة، ولكنه قد يتحول إلى أزمة وفتنة إذا ابتعد عن ساحة النعمة، وساحة النعمة هو أن تعبد بها المنعم. وتذكروا حديث رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نستعرض أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا، صفحة برنامج ولا تعسروا، ونجيب عليها، ولكن بعد الفاصل.